الحمد لله، الحمد لله حق حمده، لا نعبد إلا إياه ولا نستعين إلا به ولا نتوكل إلا عليه. بيده الخير سبحانه وتعالى، بيده الخير وإليه المصير، وهو على كل شيء قدير. ونصلي ونسلم على خير من بعثه الله رحمة للعالمين، بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، صلى الله عليه وعلى آله وعلى أصحابه المبشرين بالجنة. اللهم انفعنا بمحبتهم، واحشرنا يا مولانا في زمرتهم، ولا تخالف عنا عن نهجهم وطريقتهم يا أرحم الراحمين ويا رب العالمين. ثم أما بعد، أيها الأحباب الكرام، يعلموا رحمكم الله أن العمل الصالح هو أن تؤدي كل ما عليك من حقوق ومن واجبات لله ولعباد الله. وما أكثر ما على الإنسان، أيها الأحباب الكرام، وما أكثر ما على الإنسان من حقوق وواجبات، فلله عليك واجب، وهو أن تمتثل أوامره ونواهيه، وتطيعه ولا تعصيه، وتذكره ولا تنساه، فلا يفقدك حيث أمرك ولا يراك حيث نهاك. ولنفسك أيها الحبيب، ولنفسك عليك واجب، وهو ألا تعرضها لغضب الله وسخطه بفعل المعاصي والموبقات، وإتيان الفواحش والمنكرات، وارتكاب الذنوب والآثام. ولزوجتك عليك واجب، وهو أن تعاشرها بالمعروف وتعاملها بالإحسان، وتؤدبها في رفق، وتخيفها في ذات الله. ولأولادك أيها الحبيب، ولأولادك عليك واجب، وهو أن تحسن تربيتهم وتعليمهم، وتتقن تأديبهم وتهذيبهم، وتقسو عليهم حيث تجب القسوة، وتلين لهم حيث يجمل الليل. ولوالديك عليك واجب، وهو أن ترحم ضعفهم وتكرم شيبهم، وتكون لهم دليلا صادقا على جمال العاقبة وحسن الختام. ولأقاربك أيها الحبيب، ولأقاربك عليك واجب، وهو أن تصلهم إذا قاطعوك، وتعطيهم إذا حرموك، وتغفر لهم إذا ظلموك. ولجارك أيها الحبيب، ولجارك عليك واجب، وهو أن تكافئه إذا أحسن إليك، وتشكره إذا تفضل عليك، وتعفو عنه إن قصر أو أساء لك. وللناس جميعا عليك واجب، وهو أن تعاملهم بالحسنى كما تشتهي أن يعاملوك، وتحب لهم ما تحبه لنفسك من الخير والبر، وتكره لهم ما تكرهه، وتكره لهم ما تكرهه لنفسك من الأضرار والشرور. ولعلمك عليك واجب، وهو أن تؤديه بكل نزاهة وبكل أمانة وبكل دقة وإحكام وكل إخلاص ووفاء. ولوطنك عليك واجب، وهو أن تطهره من كل مستعمر دخيل، وتطرد منه كل معتد أثيم، وتحميه من مكايد الخصوم ودسائس الأعداء. هذه الواجبات أيها الأحباب الكرام التي يجب على الإنسان أن يشد عليها. هذه الواجبات وإن تعددت
فإنها ترجع في جملتها إلى شيء واحد هو مراقبة الله في كل شيء. هذه الواجبات اللي قلنا كلها أيها الأحباب الكرام عندها باب واحد وهو مراقبة الله سبحانه وتعالى في كل شيء، وخشيته في السر والعلانية، والخوف منه في جميع الأقوال والأفعال على صوت ضميرك الحي إن كان لك ضمير أيها الإنسان، أو على ضوء عقلك ودينك إن كان لك عقل أو دين. أيها الأحباب الكرام، هذا هو العمل الصالح الذي يعنيه الإسلام. أما أن يكون العمل الصالح مجرد صلاة وذكر وحج وصيام وتسبيح وتحميد فذلك عمل فردي لا يعنيه الإسلام كدستور شامل عظيم. فإلى الإيمان بالله والعمل الصالح أيها الأحباب الكرام، ولا يلهيكم عن ذلك شيء مهما كان عظيما. واعلموا أنكم أيها الأحباب الكرام، واعلموا أنكم أصحاب رسالة، واعلموا أنكم أصحاب رسالة وحملة أمانة وأتباع آخر دين وخير أمة أخرجت للناس. فرسولكم صلى الله عليه وسلم هو خاتم الأنبياء والمرسلين، وقرآنكم دستور الله إلى الناس أجمعين، وهذا شرف يجب عليكم أن تفخروا به بقدر ما يجب عليكم أن تحفظوه وتتفانوا فيه. فاتقوا الله عباد الله، وآمنوا بالله ربكم، اعملوا صالحا لدنياكم وآخرتكم، تسعدوا في الدارين وتنعموا بالحياة. اللهم اجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول ويتبعون أحسنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. سبحانك اللهم. الحمد لله، الحمد لله وعد عباده الصالحين في الدنيا والآخرة بالنجاح والفلاح، وجعل لهم من كل هم فرجا ومخرجا، ومن كل ضيق وشدة سعة ورضاء. والله عليم حكيم. نحمده سبحانه وتعالى ونسأله أن يرزقنا نور الإيمان وعزة الإسلام، ونتوب إليه ونستغفره ونسأله التوفيق لكل ما يحبه لنا ويرضى. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، القائل في محكم كتابه سبحانه وتعالى: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. ونشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، القائل صلى الله عليه وسلم فيما ورد عنه، القائل صلى الله عليه وسلم فيما ورد عنه: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحوها، وخالق الناس بخلق حسن. صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وعلى أصحابه الذين علموا أن الله يراهم فأخلصوا قلوبهم له، وأتقنوا أعمالهم ابتغاء وجهه الكريم، فأتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة، والله يحب المحسنين. ثم أما بعد، فيا أيها المسلمون، يقول الله سبحانه وتعالى وهو أصدق القائلين: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. هذه أيها الأحباب الكرام آية صادقة من كتاب الله، تعرض على المسلمين سعادة الدنيا والآخرة. قول حق وخبر صدق وميثاق مؤكد صحيح أخذه الله سبحانه وتعالى على نفسه لعباده المؤمنين، ووعد الصالحين منهم أن يهيئ لهم حياة سعيدة وعيشة حميدة ومستقبلا آمنا ورزقا حسنا وهناء موفورا يملأ قلوبهم أنسا وبهجة، ويغمر نفوسهم بالفرح والسرور.
يقول الله سبحانه وتعالى: الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله، ذلك هو الفوز العظيم. صدق الله العظيم. أيها الأحباب الكرام، لو فهم المسلمون هذه الآية لعرفوا كيف يشقون طريقهم في الحياة، وكيف يحتلون منزلتهم في الدنيا، وكيف يتبوعون مكانهم من الوجود. بل لو فهموها حق فهمها ما أكل قلوبهم الطمع، وما أجهد أعصابهم العمل، ولما شتت أفكارهم الشيطان. ونحن نرى أيها الأحباب الكرام، ونحن نرى العالم الآن في ثورة حيوانية شديدة وصراع مرير. العالم أيها الأحباب الكرام يتخبط خبط عشواء في المشاكل والأوبئة والشكوك والأحزان، صراع مرير نراه في كر وفر وإقبال وإدبار وكد وعناء وإهانة وشقاء، كل ذلك في سبيل تحصيل سعادة باردة هي القوت والماء، اللذان يظفران بهما، يظفر بهما أحقر الكائنات بدون تعب ولا نصب وبدون جهد ولا كفاح، ولكنهما يتعذران على الإنسان وهو سيد الكون وزعيم الكائنات. والسبب في ذلك كله أيها الأحباب الكرام هو البعد عن الله سبحانه وتعالى، والغفلة عن الحق، وإهمال الدين، واعتماد الإنسان على نفسه في تكوين سعادته. وهيهات هيهات أيها الأحباب الكرام أن يظفر بها بعيدا عن الله، مهما أوتي من ذكاء وفطنة وعلم وحكمة وقوة وسلطان. يقول الله سبحانه وتعالى: ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء. أيها الأحباب الكرام، جاء الإسلام بقانون متوسط عادل ليصلح الدنيا ويعم الأرض ويهذب الطباع ويسعد الإنسان ويرضي الله رب العالمين. وإنه لجدير بذلك كله هذا الإسلام أيها الأحباب الكرام، إذ أنه لم يدعو إلى الدنيا وحدها ولم يدعو إلى الآخرة وحدها، بل لقد وعدهم في الدنيا جزاء أعمالهم وأعد فيها حياة طيبة وعيشة هنيئة ونعيما مقيما، كما أعد لهم في الآخرة ضعاف هذا النعيم. وهذا هو السر في جمال الإسلام وامتيازه على سائر الأديان، حيث إن اليهودية تهدف بجميع تعالمها الدين اليهودي، اليهود الديانة اليهودية تهدف دائما بجميع تعالمها إلى الدنيا فقط، فكانت مادية قاسية. اليهود نعلم الله تهتم فقط بالدنيا، ما عندهمش مع الآخرة، فكانت مادية قاسية. كما أن النصرانية تهدف بجميع تعاليمها إلى الروحية الصرفة، فكانت صوفية خالصة. أما هذا الإسلام أيها الأحباب الكرام فقد جمع بين الحسنيين ووأم بين الكمالين، فأمر الناس أن يأخذوا بحظ كل شيء من الدنيا، وأن ينعم بما فيها من متع. الإنسان المسلم ينعم في الدنيا بما فيها من متع طيبة وشهوات مباحة ولذات حلال، بشرط ألا يكون هنالك إسراف ولا تبذير ولا ظلم ولا اعتداء ولا حرج ولا محظور، كما أمره أن يأخذ بحظه من الآخرة، بشرط ألا يكون هنالك ضعف ولا تضييع ولا نسيان ولا إهمال ولا تقصير ولا تفريط. إلا أن هذه السعادة المزدوجة تحتاج إلى ثمن عظيم وإرادة قوية ومجهود شاق، وهذا هو الثمن الذي قد نبه الله إليه في القرآن الكريم، وهو العمل الصالح مع الإيمان بالله، ولا بد من وجودهما معا، لأن أحدهما بدون صاحبه لا يستقيم، والعمل الصالح بدون الإيمان ككفر صريح ونفاق خالص. يا أيها الأحباب الكرام، يقول الله سبحانه وتعالى:
في الحديث القدسي عن الله سبحانه وتعالى أنه قال: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته محرما بينكم فلا تظالموا، وجعلته محرما بينكم، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته محرما بينكم فلا تظالموا، يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهديكم، يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم، يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم، يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار. هذا حديث قدسي أيها الأحباب الكرام. يمجد الله سبحانه وتعالى هذه الأمة، تمجدنا الله تعالى في هذه الأمة بهذا الحديث القدسي: يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا غير الشرك فاستغفروني أغفر لكم، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد فيكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد منهم مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر، يا عبادي إنما أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خير فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. اللهم اجعلنا وأحبابي من الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم اجعل هذا الجمع في هذا اليوم المبارك جمع المبارك المرحومة، واجعل التفرق منه تفرقا سالما من الخطأ معصومة، ولا تجعل منا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم يا أرحم الراحمين، اللهم لا تدع لنا فيه ذنبا إلا غفرته، ولا همنا إلا فرجته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا أسيرا إلا أطلقت سراحه، ولا ضعيفا إلا قويته، ولا فقيرا إلا أغنيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا هي لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا استرتها بمنك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين ويا رب العالمين، يا أكرم الأكرمين ويا رب العالمين. في هذا اليوم المبارك دائما ندعو لوالدينا ولجميع المسلمين، فاللهم ارحمنا وارحم والدينا وارحم موتانا وارحم من له الحق علينا، وارحم بفضلك لجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والموات، وتابع بيننا وبينهم بالخيرات. ربي اغفر وارحم وتجاوز وتكرم، إنك أنت الأعز الأكرم. اللهم ارحم كل ميتين شهد لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة ومات على ذلك. اللهم اكفينا شر ما نحن فيه، اللهم اكفي هذا العالم شر ما هو فيه، إنك على كل شيء قدير، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا أرحم الراحمين، عجز الطبيب يا أرحم الراحمين، فأنت الطبيب فداوينا إنك على كل شيء قدير. اللهم إن العالم كله عاجز على هذا الجند من جنود الله، فأنت يا أرحم الراحمين أنت طبيبنا فشافينا وعافينا يا أرحم الراحمين. أنزل علينا من السماء رحماتك، إنك على كل شيء قدير، شافينا وعافينا. اللهم شافي كل مريض، اللهم شافي كل مريض، اللهم شافي كل من يعاني بهذا المرض أو غيره، إنك على كل شيء قدير، برحمتك يا أرحم الراحمين ويا رب العالمين. اجعل آخر الكلام من الدنيا لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، بها نموت وبها نحيا وبها نلقاك في عرصات الجنة في جوار سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك، صل عليه يا أرحم الراحمين في الأولين وفي الآخرين ويوم الدين، إنك على كل شيء قدير. قوموا إلى صلاتكم، يرحمنا ويرحمكم الله، فأقم الصلاة.